برام برام ما قاعد يصور عندي بس ما قاعد احط فيها رام اضيفها بالموبايل ما يصور ما ادري وين زين عين السمكه قاعد يصور والله اصرارنا على من مطالب هاي المتظاهرين وهاي العالم العطاله بطاله وهاي الحكومه صار لها 10 ايام تقمع بالعالم وطينا شهداء او جرحى وهم هم باللي جاي يقدمون يضربونا غاز مسيل الدموع والغاز هذا السام ويضربونا الصوتيات كل انشضي فاحنا ان شاء الله ان شاء الله الايام القريبه نوصل للخضراء وناخذ حقنا من هاي الحكومه الفاسده بالليل يعني يصير القمع يعني بصوره مباشره يعني واحد حتى ما يتلحق يستتر واصابات كلها تجي بالراس واصابات خطره يعني اللي يعني ما يستشهد يعني اصابته حيل خطره معنوياتنا فولي وعاليه وان شاء الله من تصرين وناخذ حقنا من هاي الحكومه التعبانه وان شاء الله وقاضي هنا شغل واخدم بالعالم ما اريد واحد يتراجع عمي خلونا هنا خلي يجي حق يجي بحق باقين هذا التاجر ما يتحرك عسى ما يريد يضرب خلي يضرب التاجر هذا بعد ما حركه اول يوم من هنا لحد ما يطلعون من هنا لحد ما ناخذ حقنا من ذول الفاسدين صرنا ويا العالم غيره ولدي العالم هاي الحكومه تطلع شنو احنا 250 شهيد مطين شنو ذول من ذولي راحوا 250 عاله تتمت بسبب ذولي هسه ما يريد يطلع حمي ما اعرفه صار لنا شو يصير بالليل هنا على الجسر تعال سوي لقاء بالليل وشوف كله دخان انه بهوا ماكو هوا ماكو يظل الدخان هيك راكد بالقاع ما يمشي العالم تختنق العالم تشرد ماكو واحد فلفل 2020 هي محرمه دوليين ما تنضرب هو يضرب علينا قصه هيجي يريد يضربنا ليش مو هيك غلط هاي ليش هاي الدول الباقي هم يشوفون هيك زين ولا حق واحد يضرب له مره يضرب دكتوره شلون يصير يضرب دكتوره شلون يصير بيا تاريخ هذا بيا عالم بيا دوله صايره بيا خيره قل لي بيا خيره دكتوره جاي تعالج له مريض ضرب بطنه بهاي الدخانيه ضرب بطنه ليش؟ هاي لو قدام يضربها خير والامام على شو خذني ما خلي ما يضرب المراه الا المراه والله السلام عليكم اخي رحم الوالدك الله السلام عليكم اخوان الله يشفي بالعين وبالعقل انا هذا الشخص ما اريده بالبيت يطلع يعني لزقوا خويا ما دمر الحكومه ما دمر الحكومه وما حطم الحكومه غير الحساب اخي
هادي العامري مو عراقي وعمار حكيم مو عراقي، شنو ماخذين الجادرية؟ والله فجر طلع مرة من المنطقة، وهذا هادي العامري أخي خلي يطلعون، يعني حصة ماكو، مدارس ماكو، مستشفيات بفلوس، أنا معاق، يعني كل شيء ماكو، صايرة داير عمي بريد راح بالوادي، بويا بريدهم راح بريدهم طلعوا من بلدنا يا حرامية، طلعوا من بلدنا يا حرامية، قتلتوا كل ولدنا يا حرامية، اطلع من بلدنا يا حرامية، يطلعون غصبا عليهم بالقنادر يطلعون، والله والله ما اقول هذه كل الاحزاب شلع شلع، يسلم للشعب الحاسب على نحن جسر الجمهورية، الخط الأول، الخط الصد الأول، وهاي خيمتنا زين، نحن أصحاب قضية، لن ناخذ قضيتنا ولا نتراجع عنها بدموع الشهداء ودموع الأمهات، لن ناخذ قضيتنا ولا نتراجع عنها بإذن الله، باقون رغم أنوفهم ذول الخضراء، باقون وإن شاء الله النصر لنا، إن شاء الله. مشاهدات يطلقون قنابل مسيلة للدموع زين، وكسريات موسيقى يطلقون علينا البارحة بالليل، ورغم هذا احنا صامدين زين، والما يطلع جسر الجمهورية ما عنده غيره، والله ما عنده غيره. اليوم من جسر الجمهورية كما ترون، والساتر الأول المتقدم الشباب وشيبة والأطفال والبنات بمختلف أعمارهم ومختلف شهاداتهم وأوضاعهم الوظيفية تركوها من أجل قضية وطن. اليوم الوطن سلبت كل مقدراتهم، كل المقدرات سلبت بيد ثلة فاسدة هي الحكومة. أكو فرق أريد ننبه والكل يسمعنا، إحنا ناس مثقفين ونعرف ونميز، أكو فرق بين الحكومة والدولة، الدولة دولة الشعب وبيد الشعب، والسلطة اليوم للشعب، وأثبت حضوره ووجوده، وكل هاي 16 سنة اللي كان سكوت هو مو سكوت عن فراغ. البعض يقول ما بديهم شيء ما يقدرون يغيرون، لا نقدر نغير، واليوم الدليل هذا، ومن يوم 1/10 إلى الآن الشهداء تجر، هاي الشباب هاي إخوتنا كلهم خريجين وكلهم مثقفين، مع احترامات لكل الكوادر، تعلقت صورهم على جبل أحد، وإن شاء الله سيكون رمز للثائرين. الحكومة ظالمة وفاسدة، وما دام قامت بسفك دم الشعب فعليها الزوال إن شاء الله بعون الله تعالى. صمود إلى الخط الأخير، تباوع على الطفل والشايب والشاب نفس الغيرة ونفس الحماس ونفس الوطنية. باستطاعة الشباب أوصلها للحكومة، باستطاعة الشباب أن تدخل خلال ساعة للخضراء وتخربها على رؤوسهم، لكن مو هذا المطلب، هذا الحاجز الصبات ترى مو ما يمنعنا، ولا اللي وراء ولا اللي وراء ولا اللي وراء، اللي يمنعنا أكو أهداف وأكو ترتيب وأكو لجان تنسيقية للمظاهرات. الشباب المجاهدين ما نقدر نذكر أسماء، وما نقدر، أكو بعضهم ما يقدر يطلع، بس إحنا مخلين واجهة إعلامية، وشكرا لحضور جميع القنوات، وعتبنا على بعض القنوات التي تدعي أنها قنوات إسلامية وهي بعيدة عن الإسلام. اليوم هذا الحدث حدث وطني عالمي، حدث وطني عالمي لم يحدث من تاريخ الدولة العراقية إلى الآن، أما انقلاب عسكري وأما تصفية حزبية تتغير الحكومة، أما اليوم الشعب العراقي بكافة شبابه وعشائره وشهاداته وكفاءاته خرجت لتغيير الحكومة، وهذا يحسب لهم. رسالة إلى المتظاهرين، أخوكم وخادمكم مهندس محمد الطائي وياكم، فقدنا شهداء يا أبو شهداء، ترى ما نريد نخسر بعد، إن شاء الله اللي تريدونه يصير وعبوركم يصير على جثث ذول الفاسدين إن شاء الله. نريد الاحتفاظ بالسلمية، سلمية سلمية إلى النخاع، ما عدنا شيء. طرق الشفقة اليوم بالسيطرات، اللي شايل جنطة وبيها خوذة وكمام ينزلونه. الاعتقالات إذا ما انفرج عليهم ترى أكو خطط بديلة، الخطة الأولى الاعتصامات والخطط البديلة الدخول للخضرة. فإياكم والمساس بشبابنا، إياكم وإياكم وإياكم، تضربون الطبيبات وتضربون الأطباء وتضربون كلنا هنا، واحد يعالج الثاني. أبو التكتك صار عنده غيرة أشرف من عندكم يا فاسدين، مع احترامات أبو التكتك على رأسي، صار أبو التكتك صار مرجع لهاي المتظاهرين اللي كانوا ما يخلونه يطلع بشارع ياخذ كرفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمستشفى طبيت ماكو، شكو دكتور خصائي وغير خصائي، سحبوه
خلوا المعينين هذول زين هاي شي داوى هذا شي يعرف زين مرجعيتنا وين؟ اكو سكتوا انباعوا لان مرجعيه كلها راجعه ايران راجعه ايران ها ومرجعيتنا سكتت وهي خانتنا المرجعيه قالوا وطلعوا مظاهره سلميه وطلعوا ولدنا بيتهم بس للعالم كل شيء ما بيتهم والله ما بيتهم حتى بيهم ما كلوا عملنا متواصل على شكل شفتات ليلي صباح وليلي ونقدم كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية لكل المصابين ومتوفر لدينا جميع المستلزمات الطبية والعلاجات المناسبة لكل الجرحى وإسعافنا متواصل على طول اليوم مشاهدات أكثر إصابات تأتينا هي اختناق بالغاز المسيل للدموع وهناك نوع جديد أتى ظل يقصفون به أكثر شدة من السابق وهذا جاي يسبب لنا مشكلة. السابق كنا نعالجه بالنورمال سلاين وبعض البيبسي والخل، أما هذا فيكون أقوى أكثر شد اختناقا على القصبات والرئة. هذا المكان عندنا أكبر خطر هنا. تجينا معالجات جاي نعالج بالعالم، تجينا جرحى، تجينا متعورين، تجينا مضروبين، تجينا مختنقين، الدخانية هاي قوية جديدة جاي يضربونها بالحديث 2019، حتى اختناق عندنا جاي يجي. شهداء عندنا جهداء، هواي شهداء عندنا. ناتجين هواي حالات شهداء ما نلحق عليه نودي بالكادر. شو الخدمات اللي تقدموها هنا بالضبط؟ خدمات عندنا فول خدمات جاهزة كمامة على شيء أشكال الخدمات عندنا من أي علاج. بالليل شو يصير هنا؟ بالليل يصير حالات غير معقولة أشكال الحالات تجينا لأن يبدأ عندنا من 12 بالليل الضرب إلى الأربعة الصبح. أنا من يوم 11 موجود من يوم الجسر مصار الرمي. كفيلك الله ما شايلين بس العلم ونجي يومهم يركضون ورانا بالطلق يرمي علينا قباص ايش قص قص كفيلك الله قص كتل هواي انكتلوا علينا جو الجسر انكتلوا بدايه يجي يفتر علينا بالسياره بالهمر يرمي فوق الجسر كفيلك الله هواي انضربوا جباه انا عاد انضربت قليل بس الجماعه اللي وياي والله تكتلوا كفيلك الله ما شايلين بس العلم ودايما نقول لهم سلميه ما يقبلون يجون علينا كتل أهل الشغب كفيلك الله عصا مالتهم اللي يقضونه ما يرحموني بس أنا أقول لك الحرس الوطني وياني الجيش وياني يأخذونه يطلعون الولد من عندهم كفيلك الله بس يطلع الولد مكسر من وراهم كفيلك الله من فوق الجسر غير يرميه لي فوق ما يرميه لي فوق يرميه لي قص يعني يقتلنا كتل يعني حتى اللي صوبينه يا صاحبي يريد يرقبه يضربه فوق أي نومه فوقه أريد وطن ما عندنا وطن أسا أنا أسا أريد أروح أخذ حقي من ولد هذا يدام بش اسمه بفلان بكان بفلان بكان شلون اخذ حقي؟ يعني انا هسه انا ارعد وطني اروح هسه من الصغر شايف انفجارات وشايف كتل وشايف هاي لا ماخذ لا دراسه لا دراسه لا طب يصير لا شغل لا عمل كل شيء ماخذ كله قاعد كل عام العراق والقبور كلش الاكل الشرب شلون تدقبوه؟ كله دعم دعم كله من الناس تدعمني. من الناس يعني مو سفاره لا 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 هاي الناس ولا هاي الناس ده تطيق كلها من الناس هاي الناس الخيرة تجينا من الصبح لليل تجار كلنا تجار كلها كفيلك الله حتى العوائل الفقراء اللي عندها دشيل وتطيق كفيلك الله كلها تساعد هذا الماعون هذا الجدر هاي ماشي والحمد لله شكل مكفين هاي من الصبح لليل احنا بس والله العظيم ما حد مقصر ويانا شو نريد موجود ولا هاي حكومتنا تكتب فينا والله ولا واحد جاء من الحكومة ولا واحد قال السلام عليكم ولا واحد قال محتاجين شيء كذب كله كذب كفيلك الله 24 ساعة احنا هنا صح متأذين وصح ده الناضل وصح ده رتب بالمشي والعالم وعلى الجسر بس الريد بس مناشدة وحدة للعالم من تجي هنا حافظ على نظافة المكان وحافظ على الترتيب احنا طالعين ثورة مثقفة مطالبتنا سلمية لا تخرب أبد لأن هذا بلدنا إذا بالساحة وإذا على الجسر وإذا بأي مكان لا تخرب هاي املاكنا لا املاكهم هم ولا املاك الاحزاب ولا املاك اي احد لا تخرب رتبها لان هي ثورتنا راح تبقى حق غصبا ما عليهم وراح يطلعون غصبا ما عليهم لا ساندنا احد لا طالع ويانا احد كلنا عراقيين ايد وحده سني شيعي مسيحي تركماني كلهم كلها طالعه هنا كلنا ايد وحده هذا صاحبي قاعد وياه يمكن صار لي اربع ايام ولا ثلاث ايام لا اعرفه ولا اعرف اسمه اصيح لمظلوم المظلوم هذا المظلوم العراقي نفسه نصيح لمظلوم ابو الغيره هذا احنا قصدنا واحد هاي الحكومه كلها تطلع من ساسها لراسها لا حزب يبقى لا رئيس وزراء لا رئيس جمهوريه كلها
لان هذا ما بدا يفيدنا اصلا، دا يظلمنا دا يطيحنا وما دا يفيدنا. احنا كلنا خريجين، انا خريج قاعد هنا انا بالساتر ودا انتظر اخوتي شو وقت ننتصر، دا انتظر الفرحه. لا تفرح اذا ما تنتصر، الفرحه اجلها للنصر. لا ترقص على جراح العالم، امهات الشهيد قاعده بحد يقتل امه ترى، قاعده تنتظر النصر، دا تريد تهلهل لابنها. لا ترقص، الله يخليك. اقرا الفاتحه، تعال هنا اقرا قران، ترى الشهيد يموت هنا أنا. بهاي القاع اقرا القران، الله يخليك. وطالب من الشعب يطلع ويانا يساندنا، لا يبقى بس يسوي لنا هوسه ويدق ويرقص، اطلع ساندنا احنا اخوتك، والما يقدر خليه من بيته بس يدعي لنا. هذا الراي دي وعلى راسي. والله للتغيير احنا اول شيء طالعين، احنا نريد نوصل الفكره للحكومه انه احنا ما خايفين منهم، خلي اللي يطلق مسيل دموع يطلق، احنا ما نخاف، نطالب بالتغيير. شهداء انطينا بارحة، الدكتورة اللي توفت الله يرحمها وهو شهداء، كل هالعالم اللي طالع الطالب بالتغيير. احنا مظاهرتنا سلمية تامة، سلمية وما دا نعتدي فيهم، اللي ينشر اللي يقول المتظاهرين دا يضربون، نادرا اللي دا يضرب على الشغب، وحتى اللي دا يضرب ما يضرب فتشي او بطل مال ماي هاي دا يشمر عليهم، كلها سلمية. واحنا هاي معتصمين، انا من الصويرة صار لي 5 ايام هنا انا متظاهر، نطالب بالتغيير وان شاء الله الفرج. هاي احنا تكاتكنا هنا مصفطه وهذا الساتور واحنا بخدمتهم، وهنا هذا يوقعون يشيلهم يعني اسرع من الاسعاف. احنا هنا تكاتكنا اسرع من الاسعاف، واحنا وهذا الجريح صوب طلقه رصاص صوتيه ايرانيه وامريكيه يضربون علينا، ودخانيه امريكيه من تير مفعولها يضربون علينا. وهسه انضرب واحد راح شهيد، البارحه راح واحد شهيد، يعني احنا شنو ذنبنا؟ شو مسوي لهم؟ خلينا نعرف اللي مسوينا لهم شني، يضربون علينا، شو مسوي لهم احنا؟ ما تخافون انتم من اختيار هيك مكان خطر؟ لا ما نخاف، ما نخاف، لو مو رمي، لو مو سلاح، لو مو كل شيء، ما نخاف. احنا هذا مكاننا ما نخاف من لو لا 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 نخاف من الدولة ولا نخاف من اي واحد، ما نخاف احنا، هذا مكاننا احنا ما نخاف. والله ضرب ذاك اليوم شريت واحد هاي عينه كلها مشيوله، عينه كلها مشيوله بصوت ضربه، عينه هاي كلها انشالت، يعني يضربونه هواي، هذا الراس، هذا عينه، قصته هذا اللي يموت. واحنا راح الشهداء، واعطينا الشهداء، واحنا ما نخاف ابد. عالم جاي تموت جاي تروح، هاي شنو ذنب عالم؟ شنو هذا؟ عده جهال، هذا عفيله، وهاي والله من هاي جاي عالم يضرب يمه. والله نحن هذا وين نروح الى الله؟ ناس ايش يقول له؟ وين نروح بعد؟ يعني شنو عارف شو شوفه؟ خل عراقي اللي احنا دمرونه سنه، وامام علي هنا ابو ايراني، ايش خلوه بينا؟ هاي عالم، هاي عينه، هذا ضرب بطنه، هذا بيده، بعد شو نسوي احنا بعد؟ والله احنا بالمصايد عليهم، لعبنا جوله، بس انا اسوي بطل دبات واجيب بازين وطلع قزاز وعلم بالفتايل، وامام علي، وامام علي صار صباد ما كان هنا، انا قربت يمهم، انا اخذته، وانا الجماعه كان صباد ماكو قدمت، سووا جاي يخلوا صباد، قالوا خافوتون تطبون علينا، خاف قتلونا، يلا خلوه صبات، جيب عسكرية جماعتنا عراقيين كلها قدمت هنا، احنا اخذوه كلها، قال لا خاف ولا هاي، واصمل عليهم. السلام عليكم، انا جيت ويا ولدي ويا اخواني ويا كلهم، اشجعهم اصير وياهم، روح فداهم وياهم، وكنا نريد وطن ونريد بيت ونريد كلهم، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق، كنا وياكم يمه، ورحنا ما جايين مسالمين، ما عندنا بس العلم
وجايين وياهم ونسارد ولدنا وابنائنا واخواننا وياهم لحد الموت، وهذا كله ما يخوفنا. شو يسوون خلي يسوون، احنا وياهم لحد الموت، وهاي كلنا وياكم لا تخافون، ونقدر عليه نسوي. وتبا للمستحيل، تبا للمستحيل، تبا للمستحيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اليوم اجينا ويا اخوتنا في هاي ساحه القتال، ومو غير هي ساحه التحرير، فعندنا شهداء راحت والحمد لله. وطبعا اجيت اليوم بهذا الزي، هو جيل البوبجي وجيل التيك تيك، وهاي تكاتكنا هنا والحمد لله والشكر. خادم الحسين يا طيب، الحمد لله. وطبعا اكو جماعه بعض الاخوه جاي يشغلون الاغاني وهاي، فهي هذا الشيء غلط، لان اكو ام شهيد، اكو واحد مكسور قلبه هو بهاي الساحه. فيا اخواني احنا نرجو من عندكم ان تسدون هاي الشغلات، يعني لا نريد اغاني، لا ان شاء الله من ننتصر عليهم كل شيء نقدر نسوي، لان عندنا لا ما خاف ما خاف، لان اخواننا راحت هنا ما خاف. يعني ليش هسه ورا الصبات ويرمي علينا ويصيح سلميه؟ يعني وايد شهداء راحت هسه، انت جاي شو الليل مالنا؟ ما هاي صار لي 6 ايام هنا، 6 ايام صار لي، لا الليل ما جاي ننامي. فنرجو من الاخوه ان جماعتنا لا يرمون عليهم، لا احنا الحمد لله والشكر، يروح واحد يجون 10 ونحمد الله والشكر. والله ضربون اكثر من مره، ضربوني انا صار لي 8 ايام هنا عايفه لو انا عند بنيه، ضربون اكثر من مره من ذاك اليوم لهاليوم. احنا وجماعتنا التكاتك بخدمه المظاهرين، والله كله ببلاش ببلاش بالحسين الشهيد، بس هاي الناس الطيبه تبرع لنا مال بنزينات والحمد لله والشكر. لا بالليل قاموا هسه هاي الايام بالليل قاموا يضربوننا بالليل، هذاك جسر السنه كم ضرب بي قوي بالليل والنهار، بس هسه هاي الايام بجسر الجمهوريه بس بالليل قاموا يضربوننا، والظهريه يعني كم وحده. ما خايف ابد والله، بالعباس ما نخاف، احنا بالحسين ما نخاف، احنا اولاد علي بن ابي طالب ابد ما نخاف من الموت. والله خير من الله، دعم اللوجست خير من الله، والعالم متعاطفه ويانا بصوره يعني جدا طيبه. وطبعا اليوم ماكو شيء، خير من الله الحمد لله والشكر، وبجهود هاي الناس الطيبه التعبانه الواقفه هنا ليل ونهار وبايته وما تروح لاهلها. طبعا انا صار 4 ايام اليوم نزلت للبيت، سبحت وبدلت لان حتى هدومي راحت شققت، والحمد لله والشكر. طبعا هي بالليل اكثر من النهار، وانا خصيصا يعني الي انا شلت 2 شهداء، 2 استشهدوا بهاي التكتك، وجرحى يعني عدد كبير ما ينعد ولا ينوصف، والحمد لله والشكر. النصر يريد تضحيات. يا ولد منو عنده احلام زايد بس يصير بشر لياهي وقدامك تطلع السحر زين، تحرير شر
كبار الشباب على تواجدنا وتحقيق المطالب. مطالبنا مطالب عامة ومهمة وجذرية. أول مطلب عندنا إسقاط هذا النظام البريمري اللي فصلته أمريكا ورضت عليه إيران. ثاني مطلب إسقاط الدستور البريمري اللي كتبته أمريكا ووقعت عليه إيران. ثالث مطلب نريد إلغاء اتفاقيات صندوق النقد الدولي اللي جاي ياخذ ثرواتنا وجاي ينهبنا. رابع مطلب أن إلغاء قانون الأحزاب. قانون الأحزاب فصلوه هاي الأحزاب الجاي التابعة لأمريكا وإيران حتى يضل بس عليهم، حتى ما يعطون فرصة لهذا الشعب يتنفس. خامس مطلب عندنا إلغاء قانون الانتخابات. هذا قانون الانتخابات سووه حتى ماكو مواطن شريف يقدر يترشح للانتخابات ويوصل رأيه ويطبق اللي يريده الشعب العراقي. هاي مطالبنا الأساسية. غيرها احنا مو متسولين ولا جوعانين ولا جايين على متواتب. احنا نريد نظام، نريد نظام حق، نريد سيادة بلدنا. جيش أمريكي رايح جاي، جيش تركي رايح جاي، نفوذ إيراني رايح جاي، هاي ما نريده. احنا نريد سياسة بلدنا، سيادة بلدنا، وهذا نعيش ونموت على موده. وهاي زلم اللي تشوفوه هاي عبارة، اسمعني، هاي زلم بصره وعماره وناصريه وكربله وسماوه واربيل وكل محافظات العراق اللي جاي. ابو كردستان ما يقدر يضارب كردستان، يعني تطفوه يجي هاي الظاهر. وهذا شاطر الحق وباقين هنا احنا للموت. الان حق مطالبنا يطلع واحد يقشمرني فلان قدم استقاله. مشكلتنا مو بالاشخاص، مشكلتنا بالنظام كله. ما عندنا مشكله احنا بالاشخاص. احنا شباب انضمنا شرفك والله. هاي البرنامج كله يطلع، ما يريد حقه. هاي العالم تصواب ما حد علاقه. ليش هيك؟ ليش الدوله شتت بعد شتت؟ اريد مطالبنا، اريد حقنا. احنا نريد حقنا، احنا جايين نريد حقنا. ما يريد حقنا، ما يريد ترقيع بعد، ما يريد لا هاي السوالف، ما يريد من عندكم هاي التعبانه. يريد حقنا ولا يهمنا هاي كامتي ابنه، هاي المسيد دموع ولا متي من هاي. ماشي نطبلهم والنعم نطبلهم الطبل. شلع قلع كلهم حراميه. ثبت هم لا يقدرون يحمون حرمة العراق، ولا يقدرون يسقون شباب العراق ويعتمدون على شباب العراق، ولا يقدرون يحافظون على شباب العراق. هذا الشيء اللي خلاني أجلي، هذا الشيء خلاني أجلي. ثبت بالتاريخ. هذول مو أشرار، قاعدين على الكراسي مو أشرار. يا رب ترجع شي أكيد بحال. احنا من يوم 25 بالشهر الساعة بالخمسة الصبح تواجدنا هنا. قبل كل شيء احنا متظاهرات، مبدئيا متظاهرات. احنا فريق كامل، مجموعة نساء بغداد، اجينا للتظاهرات. لقينا بالبداية سيارات الاسعاف، كانت اربع سيارات اسعاف فقط اول يوم المظاهرات، وتوقف باماكن بعيدة تخاف توصل للجسر. احنا عندنا مجموعة ممرضات ويانا، فدربنا تحت ايد دكتور وقررنا انه احنا نشتغل بالاسعافات. يعني احنا فرق تطوعية، عندنا مفارز، مفرزة فوق جسر الجمهورية، مفرزة جوا الجسر، مفرزة يم الشاشة، مفرزة بجسر السنك. من يوم 25 الى حد اليوم البنات احنا من الصبح لحد الساعة 10 بالليل نتواجد هنا، انا والشباب يباتون بالخيمة على مود العلاجات لانه صارت سرقة. أدوية تجينا كل يوم من المتبرعين، كلش هواية، أي شيء نحتاجه يوفروا لنا. بالنسبة لكوادر وزارة الصحة ما تعرف تتعامل أبدا ويا حالات الاختناق اللي تجي، يموتوهم حالات الإسعاف ما يستخدموا حالات إسعاف صحيحة لهم. نحكي وياهم احنا، يقولون روحوا انتم مو أطباء، ما لكم علاقة، نشتكي عليكم.
طبعا مغطية وجهنا لأنه احنا مهددين. كوادر وزارة الصحة تهددنا نطلع من المظاهرات، ممكن يلحقونا البارحة خطفة واحدة الناشطات صديقتنا من هي طالعة من المظاهرات، هو نتعرض للتهديدات، لكن احنا هنا موجودين او مصرين. اناشد وزارة الصحة يوفرون العلاجات اللازمة. رحت ويا الدفاع المدني المستشفى الكندي، ما عندهم شاش وما عندهم يود احمر وما عندهم لزقات جروح وما عندهم قطن، هاي وحدة. اثنين اللي يفترون اطباء علينا، نقول لهم احنا مجرد مسعفين حالات اختناق، قاعدين يحاولون انه ليش انتم مسعفين ومن انطاكم اجازة وشلون تجيبون لنا باج مال وزارة الصحة، يعني تصير لنا اشكالات مع انه احنا موجودين فقط حتى نساعد الناس. شغلة ثانية، هاي رسالة للحكومة، بطلوا تستخدمون الغازات السامة المحرمة دوليا. البارحة بالليل استخدموا غازات تسبب قيء، اللي يستنشقها يقوم يتقيء دم وتسبب ألم هنا صداع بالرأس. ماذا نعرف شلون نتعامل وياها؟ احنا تعبنا نستخدم مغذي، استخدمنا الخمرة والمي واستخدمنا البيبسي، بس هسه قامت ما تجيب نتيجة. لذلك ما أدري، أناشد حقوق الإنسان العالمية ممكن تتخذ إجراء بهذا الخصوص، أو الحكومة ما أناشدها صراحة لأنه ما راح تتوقف يدها تضربنا. شغلة أخرى حب نوه عليها، الأجهزة الأمنية كلها ويانا ومنزوعة السلاح، واللي دا يضربونه ما نعرف منو. أنا بنفسي سألت الضابط قلت له من دا يضربنا إذا أنتم واقفين ويانا وسلاح ما عندكم؟ قال لي كل شيء أجاوبك إلا هذا السؤال ما أعرف أجاوبك، لأن أنا نفسي ما أعرف من دا يضربنا. فحسب اللي إحنا دا نسمع دا يضربونا ميليشيات، فما أدري. إحنا بعد أتمنى هاي رسالتي توصل لكل اللي دا يسمعني لكل العالم. إحنا نريد وطن، نريد الميليشيات تطلع من عندنا، ملينا وتعبنا. صار لنا شقد من يوم 25 لحد اليوم صوتنا راح وصحتنا راحت وتعبنا وبذلنا جهد نفسي وجسدي، بس لا عبالهم احنا راح نرجع، لا عبالهم دي يمشون الايام وساكتين حتى احنا نتعب. احنا ما نتعب، احنا باقين كليتنا كليتنا، وهذا اخطر مكان واحنا واقفين به وما نتراجع. في سيرها العربة لا قيصر يوم يوقف مسيرتها، ولا المجانين من أحرق الكتب، ولا أجيز رصاص البغي، ولا أجيز رصاص البغي يرهبها. إن الرصاص يخيف المترف الطربة، إن الرصاص يخيف المترف الطربة. يا عادل مهدي، وشكرا. اشتيدك حجي. Thank you.
Thank you.
الحزب.